بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بكل سادة مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم إن شاء الله النهاردة اللازانيا، وهنعملها رول، هنعملها بشكل حلو جدا وإن شاء الله تعجبكم. اللازانيا متوفرة دلوقتي في أي مكان إن شاء الله تقدري تجيبيها، وأقول لك إزاي نقدر إن إحنا نسلقها، وبعد كده نبدأ إن إحنا نعمل لها الحشو بتاعها. هستنى طبعا اي اسئله واي استفسارات على ارقام التليفونات اللي بتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه او عن طريق الرقم الدولي. مبدئيا كده قبل ما نبدا طبعا بنقول مبروك لمنتخب مصر على امبارح على الثلاث نقاط، وده اهم حاجه بالنسبه لي. ما يهمنيش الاداء دلوقتي، معروفه ان الماتش الاول ده بيبقى فيه ضغوطات كتير جدا، يعني ما فيش اي بني ادم يستحمله، من كل حاجه، من اعلام، من دوله، من كل حاجه بتبقى، من جماهير. فاعتقد ان هم يعدوا بالماتش ثلاث نقط ده حاجه كويسه جدا ان شاء الله، وان شاء الله اتفرجوا على منتخب مصر الايام اللي جايه وهتشوفوا اداء مشرف جدا جدا. مبروك لمنتخب مصر وان شاء الله بالتوفيق ولحد نهايه البطوله. تعالوا بقى نشوف عندنا اللازانيا هنعملها ازاي. اول حاجه عندنا هنجيب المكرونه اللازانيا ونبدا ان احنا نسلقها، وهنعمل لك كفته بالبطاطس ان شاء الله برده في الفرن. طيب اول حاجه في موضوع اللازانيا بتاعتنا، اللي انا هحط ميه سخنه عندي على النار عشان هنبدا ان احنا نسلقها مع بعض، وبعد كده نبدا نعمل لها الحشو بتاعها باللحمه المفرومه. فخلينا نعلق على الحشو الاول باللحمه المفرومه. فاول حاجه عندي بحط عندي معلقتين سمنه او زبده عندي على النار، وبعد كده عندي البصل المفروم. ممكن ننزل المقادير كلها بقى مع بعضها في الاخر. المقادير معانا على الهواء، ماشي يا اسكندر؟ يلا اكتبوا المقادير كده وانا شغال بقطع البصل. اخرط البصل الاول، ده الصوص بقى، طماطم مشوية، ثوم مفروم، صلصة طماطم، ريحان مفروم، معلقة سكر وملح وفلفل، وعندي الجبنة الموتزاريلا. تمام كده؟ طيب ده أول حاجة عندنا، البصل بعد ما فرمناه فرم ناعم زي ما حضرتك كده شايفة. تعالوا بقى ناخد عندنا اللازانيا، شرايح اللازانيا ديت قدامك اهيت. ناخد حوالي أربع شرايح، وبعد كده عندي أول حاجة أحطها عندي في المية السخنة زيت، ادي زيت ذره، وبعد كده عندي شويه من الملح وهي بتغلي معايا، ده اهم حاجه برده في الموضوع يكون فيها ملح. وبعد كده نسقط عندي اللازانيا بالشكل ده، نحطهاش كلها مع بعض كده، وبعد كده هي تلاقي كل واحده ايه عكس الثانيه، وبعد كده بالظبط نطلعها بعد مرور اربع دقائق خمس دقايق بنقوم مطلعينها وحاطينها في ميه ساقعه عشان نوقف عمليه السوا بتاعها عشان ما تعجنش مني، وبعد كده نبدا ان احنا نشتغل بيها. طيب عندنا هنا البصل، ماشي. احنا بنعيد دلوقتي المنيو قدام حضرتك اهوت عشان احنا اللازانيا طبعا انتوا عارفين اللي هي تركيباتها كتير، فما ينقلكوا اكتر من مرة الحاجة. هنا الحليب اللي انا هحطه عشان اعمل بيه الصوص الابيض، حطه هنا في الحلة ونشغل عليه كويس جدا. طيب بعد كده بنقوم عاملين ايه بقى؟ رايحين عندي على الطماطم الصوص اللي انا هعمله. الطماطم مش هسبكها على النار، لا الطماطم انا جبتها شويتها، حطيت عليها شوية زعتر وشوية زيت زيتون وشوية ملح، وبدأت اللي انا اشويها، فبدأت في الفرن على فكرة، يعني حطيتها في صاج في الفرن. جربي موضوع الشوي ده أحسن 100 مرة من أنت تسبكيها عندك على النار، هيدي طعم غير عادي للحاجة بتاعتنا. تمام كده؟ طماطم، صلصة، سكر، ريحان، وعندي شوية توم مفرومين. يلا بينا نعمل إيه بقى؟ أقوم جايب عندي الطماطم، شايل منها القشر، طبعا
طبعا مجرد ما تتشوي انت اصلا الزيت اللي انت بتحطيه ده مجرد ما تتشوي الموضوع تلاقيه سهل جدا، اللي القشره بتاعتك بتطلع في منتهى السهوله زي ما انت شايفه كده قدامك على الكاميرا اهو. نشيل القشره ديت وبعد كده بنقوم حاطين ايه؟ ثوم مفروم. وبعد كده نقوم حاطين ريحان، احط ورق ريحان. ادي اوراق الريحان. معلقه سكر، معادله محترمه جدا في الطماطم. وبعد كده عندي شويه من الملح وشويه من الفلفل. ادي ملح، فلفل اسمر. وبعد كده عندي معجون الطماطم ببدا اللي انا اضيفه كله على الطماطم. هنحط طماطمية كمان ونقفل. جاهز عندي احلى صوص واسهل صوص على فكره تعمليه، ولا تستني الحاجه تتسبك على النار ولا اي حاجه. تعالي بص اصلا القوام بتاع الكثافه بتاعته الصوص عامله ازاي، قدام حضرتك اهيت. طعمه على فكره وصحيه جدا على فكره بقى، يعني انت ما تعرفوش في الاخر هتاكل حاجه شبه صحيه، يعني مش احنا مش بنعمل الحاجه اللي هي هيلثي 100%، لا احنا بنعمل الحاجه على قد ما نقدر ان احنا نطلع المنتج بتاعنا ما يبقاش تقيل واحنا بناكله. فادي الطماطم بتاعتنا بعد ما اتفرمت مع الريحان مع الملح والفلفل والثوم وصلصه الطماطم والسكر مع بعض. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا اللحمه المفرومه، نضيفها مع البصل. وبعد كده نروح فين؟ عندنا على اللازانيا بتاعتنا ونشوف اخبارها ايه؟ سرقت ولا لا؟ فاضل لها دقيقه كمان وبعد كده نبدا نطلعها قدام حضرتك اهيت، مفيش واحده لزقت في الثانيه خالص، قدامك كل واحده بتطلع لوحدها. وبعد كده نروح فين؟ عندنا على الميه الساقعه بنوقف عمليه السوى بتاعها عشان ما تبقاش ايه معجنه. بنجيب بقى كيس يكون ثلاجه وكيس تلاجة عادي جدا ونبدا ان احنا نفرد زي ما انتم شايفين كده اهو قدامك كده، بنفرد كل واحده على كيس، يعني ما نحطهمش فوق بعض لان احطهم فوق بعض ايه اللي هيحصل؟ هيعجنوا مني. يا ام محمد، ام محمد ازاي حضرتك؟ انا ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله يا ست الكل. أنا والله يا ربنا يحسن من بين ايديك. ربنا يخليك يا فندم. جربينها والله. الله يحفظك يا فندم، تسلمي يا ام محمد. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. انا عايز اطلب منك طلب. اتفضلي يا فندم. ماشي، انا بص انا عندي بنتي مخلصه بكالوريوس تجاره. تمام. بقالها 3 سنين. ايوه. وعندها يعني الاحتياجات الخاصه. تمام، ربنا يشفيها لك ويعافيها لك يا رب. ايوه. 140 سم. تمام يا فندم. تمام. وعايزه تشتغل لان قدمت كذا شغل بالظبط رفض عشان الطول. لا ما اعتقدش، يعني ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقوا لهم بيبقى لهم امتيازات خاصه في أيوة. التعيينات. بس ما هي بتترفض عشان الطول. وهي بكالوريوس تجاره مع تقدير 4 سنين، تقدير جيد جدا ما شاء الله، ومعها 3 كورسات. طيب انا مش طالبه تشوفوا لها شغل. ماشي، واحنا مش طالبين منك اكتر من ان انت تحطي التليفون، تحطي تليفونك، سيبي تليفونك وان شاء الله حد يكون سامعك. طبعا هديك تليفون اميره، هي اسمها اميره. طيب خلاص اوكي، ماشي 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 يا فندم، ماشي، شكرا يا ام محمد. حاضر، والنبي يا جمال خد التليفون، ولو ربنا سهل وكرم واي حد اتصل
وهي كام؟ هي من منوفيه صح يا جماعه؟ من محافظه المنوفيه بالظبط. طيب شكرا ليك. هاخد بقى المكرونه ديت ونحطها فين؟ في الميه اللي فيها تلج. نصفيها كويس جدا ونبدا نحطها، نوقف اي عمليه التسويه بتاعتها في ميه يكون فيها تلج. طيب خلصت دي كده خلاص، الميه السخنه نشيلها ايه يا ريس؟ احنا بنحط طبعا الميه زي ما اتفقنا اللي فيها تلج، زي بتوقف عمليه السوى بتاعه اللازانيا وبتعمل لها عصب محترم جدا اهو قدام حضرتك اهي. ليه بقى؟ حضرتك لو انت جبتي المكرونه وشلتيها وحطيتيها على طول على كيس من غير ما تحطيها في ميه بتلج، هتيجي تشتغلي بيها بعد كده هتلاقيها طريه جدا معاكي ومش هتعرفي ان انت تتحكمي فيها وانت بتلفيها او انت بتحطها شرايح. اللازانيا على فكره لو عايزه تعمليها، في ناس بتحطها ني في ني، يعني ممكن تغرصيها في بايركس ني في ني من غير ما تسلقيها، لكن انا هلفها رول، فطالما هلفها رول يبقى انا لازم محتاج ان انا اسلقها 3 4 دقائق على الاقل. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا اللحمه المفرومه بعد ما حطيناها اهيت قدامك. هجيب عندي كرفس، عود كرفس كده افرمه فرم ناعم، تمام. بعد كده اقوم واخد عندنا الطماطم اقطعها مكعبات صغيره ونبدا برضو نضيفها فين؟ على اللحمه المفرومه. بسم الله. هذه الطماطم مكعبات صغيرة بس، أهم حاجة بعد ما تاخد إيه اللحمة المفرومة تاخد صدمة معايا نبدأ نحط لها الإيه، هذه الطماطم المكعبات الصغيرة. كل ده على النار يبدأ اللي هو يتسبك كويس جدا. بعد كده بنقوم ضايفين له عندي شوية من معجون الطماطم، معلقتين، وبعد كده ندي له الملح والفلفل والبهار، فلفل اسمر، والملح وشويه بهارات صغيرين. وبعد كده ندي له التقليبه المحترمه بتاعته. ونسيبها طبعا على النار لحد ما تبدا اللي هي تتشرب، واديها شويه ميه صغيرين، ميه سخنين صغيرين جدا. شويه ميه سخنين بقى عليهم. نسيبها على النار يا باشا بقى لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. طيب دي كده بالنسبه لايه؟ للحمه بتاعت اللازانيا. طيب ناقص عندنا ايه بقى؟ ناقص عندنا الصوص الابيض، اخر حاجه خالص هنبدا نشتغل فيها. ده مقاديره قدام حضرتك اهوت، زبده ودقيق وجبنه كريمي ومكعب مرق ولتر من الحليب على النار. يا استاذه اسماء. الو؟ الو. ازيك يا استاذه اسماء؟ اخبارك ايه؟ الله يسلمك. الحمد لله دايما يا رب اموريني. كنت عايزه اعرف طريقه الكب كيك. الكب كيك حاضر يا من عينيا الاثنين.
اخلي الاستاذ جمال ان شاء الله ينزلها لك دلوقتي مقاديرها. شكرا لك، شكرا لك. طيب اللحمه خلاص علقنا عليها، نبدا نشتغل في ايه بقى؟ في الصوص بتاعنا. هجيب حله واحطها على النار، ونجيب مضرب سلك، وادي المعلقه. هادي الزبدة، معلقتين كبار من الزبدة. لازم الزبدة تسيح، يعني مش حلو ان انت تحط الزبدة وبعد كده تقومي حط تاخدي طعم الزبدة حتى لما تسيح معاكي وتاخدي الطعم الحلو، فلازم الزبدة تسيح الأول وبعد كده بتضيفي الدقيق اللي هو معلقتين كبار من الدقيق. تمام؟ قدامك كده. بعد ما ساحت كويسة اهيت، نقوم حاطين عندي معلقتين الدقيق، نقوم مطعمين عندي بمكعب مرق، ونحمص كويس جدا الزبده مع الدقيق، يعني ما نستعجلش على طول، ونبدا ان احنا ايه نحط الحليب عندي. هلا لما الدقيق احس اللي هو اتحمص كويس، من ضمن طعم البشاميل اللي بيبقى حلو اللي انت حضرتك ايه تسوي الدقيق كويس، ما تستعجليش على طول تقوم حاطه الحليب. بس تخلي بالك عشان لو اتحرق منك هيمرر، هتكون حريصه جدا. هو كده خلاص ونقوم واخدين عمنا كده الحاجه الحليب بتاعنا ونقوم نزلين. طالما الحليب دافي ما تخافيش من اي حاجه، عمره ما يكتل منك ابدا. لكن لو هتحطي الحليب عندك يكون بارد او من الثلاجه، تحطيه شويه 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 شويه، تحط كوبايه وتستني شويه، تحط كوبايه وتستني شويه. لكن لو هتحطيه ساخن زي كده او بقى يعني فاتر، حطي كل مره واحده مش هيحصل اي حاجه خالص. شويه ملح بس شويه صغيرين عشان في مكعب مرق، وشوية فلفل أسمر، ونسيب الكلام ده كله على النار يغلي. طيب احنا كده أصلا خلصنا كده الحاجات دي كلها، تعالوا بقى نشوف عندنا يا أستاذ أحمد. ألو، ازيك يا أستاذ أحمد؟ ازي حضرتك، شايف عامل إيه؟ أهلا بيك، ازي حضرتك يا فندم؟ إيه الأخبار؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله بخير والله، ربنا يحفظك حبيبي، ربنا يعزك. معلش بس انا عايز بس اهدي سلام للاستاذ محمود الشريف والاستاذ هاني عبد العزيز. طب واحنا بندي لهم احلى تحيه من حضرتك، بس مين بقى معايا؟ احمد مين؟ الخلوتي من المنصوره، بيسلم عليكم. هم اصدقائي على فكره، بس انا عمري ما شفتهم يعني في الحقيقه، بس بكلمهم بتابع على طول يعني. شكرا لحضرتك جدا، واحنا بنبعت لهم احلى تحيه من احمد الخلوتي من المنصوره لمستر محمود الشريف والاستاذ هاني. طبعا هنا عبد العزيز الجميل بتاعنا المسؤول عن السوشيال ميديا. شكرا ليك وان شاء الله اوصل سلامك. هنبدا نعمل ايه بقى؟ جبنه كريمي، جبنه كريمي ساده، نبدا نضيفها هنا في الصوص ونديها بقى التقليبه. نقلب يا باشا تقليبه محترمه، خلاص كده صوص الجبنه اصلا بتدي طعم محترم جدا. ونخش هنا على اللحمة المفرومة بعد ما اهو، بعد ما اللحمة تسبكت كويس جدا، محمد ابراهيم ما نمشي من امبارح يا جمل، عايزين نصرف له مكافأة بقى يا جدعان. ماشي زي ما اتفقنا، بنحط كيس معانا ونبدا نحط عندنا اللازانيا ونبدا اللي احنا نشتغل بيها. بس على فكره بقى عايز اقول لك على حاجه في موضوع اللازانيا، لو هتشتغليها ني في ني لازم بعد ما تحط الصوص تستنى عليها وتحطيه عندك في الثلاجه لمده ساعه عشان تتشرب الصوص، وبعد كده تحطها عندك الفرن. يعني ايه؟ يعني لو انت حطيتي اللازانيا كده، جبتي مثلا ادي الصوص الاحمر حطيتيه هنا في البايركس، وحطينا صوص ابيض ورصينا اللازانيا كده، تمام؟ اهي زي ما انت شايفه كده.
حلو الكلام. وحطينا اللحمه المفرومه وبعد كده رحنا حطينا طبقه تانية من الصوص الاحمر والابيض، وبعد كده حطينا طبقه من اللازانيا، واخر حاجه حطينا الصوص الابيض. لازم تسيبيها في التلاجة شويه قبل ما تشتغلي بيها عشان تتشرب مع بعض الصوص، وبعد كده نبدا ان احنا نشتغل بيها على طول. بص هنا على الصوص بتاعنا اخباره ايه، ما شاء الله زي الفل اهو. هنبدا بقى ايه نشتغل التركيبات في المواضيع ديت. نجيب اشيائنا وعدتنا. طبق فيه تركيبات كتير بس طبق ممتع كتير. نجيب البورد ديت ونجيب ده اهو صوص احمر. نوزعه في البايركس من تحت. ام محمد ازيك؟ ام محمد الو، ازيك يا ام محمد؟ اهلا استاذ شيف محمد حامد. اهلا بحضرتك يا فندم. انا ببعت لحضرتك اجمل تحيه. ربنا يخليك يا فندم. تهنئه من اسكندريه. ربنا يخليك يا رب. زي حضرتك محترم. الله يحفظك. انا اول مره اتصل بصراحه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ما شاء الله ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك. اشكرك. وده بركه دعاء الوالدين. ربنا يخليك يا فندم. تسلمي. ربنا يسترك ويبارك لك في صحتك وعافيتك يا رب. الله يخليك يا رب. ويخرج رزقك فعلا. التهنئه مني والتهنئه لمصر على مكسب العظيم بتاع امبارح. وان شاء الله عقبال النهائي يا رب والبطوله. اعلى واعلى واعلى. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا يحفظك. زي ابني انا، ابني برضك اسمه محمد زي حضرتك. ربنا يخليه لك ويبارك فيه. تسلمي. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لحضرتك جدا. اللحمه خلاص كل ده لسه اصلا كمان هياخد ايه سوى زياده يعني تسويه تاني في الفرن. نبدا بقى نعمل ايه بقى. بجيب عندي اللازانيا زي ما اتفقنا، فردنا الاول الحاجه في الفرن في البايركس. بسم الله. صوص احمر. المبشره المبشره المبشره. تمام. الجبنه دي مهمه قوي بقى اللي احنا بنحطها ديت، جبنه شيدر او موتزاريلا. بس حلوه في ايه بقى؟ حلوه حضرتك عشان لما تيجي تاكليها تلاقيها كلها ماسكه مع بعضيها كده. طيب يا ام اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام اسلام؟ شيف محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ زي حضرتك يا صاحب الوجه البشوش. ربنا يخليك يا فندم. تسلمي يا ام اسلام. ابتسامه الجميله. الله يحفظك. الله يحفظك يا رب. تسلمي. انا بعزك جدا يا شيخ محمد. الله يعزك يا رب. تسلمي يا فندم. تسلمي يا ام اسلام. ابشرك ببشرى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اتفضلي. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعلنا من دايما من حسن الخلق يا رب، ونبقى عند حسن ظنكم دايما. والله انت تستحق اكثر من ذلك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكر عميق للقناة كلها لأنها يعني مجمعة باقة من الشيفات كأنها باقة ورد. في خدمتكم والله، في خدمتكم دايما. منتقاة بمنتهى الدقة والعناية. الله يخليك يا رب، في خدمتكم دايما والله. يستر الكل. الله يبارك في صحتك وذريتك ووالدتك يا رب كده واديك العمر الطويل. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. تسلمي لي. مالكيش أي سؤال طيب؟ لا والله انت مش مخلينا محتاجين حاجه. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. يعني حاجه بسيطه كده من فايض كرمك علينا. ربنا يعني. يخليك يا فندم. كرم ربنا طبعا. ربنا يحفظك. شكرا ليك. ماشي هنبدا بقى نعمل ايه زي ما اتفقنا. نعمل واحده كمان بس. ادي صلصه طماطم. الطماطم المشويه على فكره ريحتها مش عارف اقول لك يعني بجد، ريحه الطماطم المشويه موضوع مختلف تماما. جبنه مبشوره، وبعد كده بتحط عندنا لحمه. ادي اللحمه المفرومه بنوزعها. طيب يلا وبعد كده هنلفها ونبدا نحطها جنب بعض ونحط عليها صوص البشاميل، وبعد كده نحط عليها على بقيه الحاجه. هناخد فصل ان شاء الله، وبعد الفصل نرجع تاني.
ورجعنا تاني بعد الفاصل وبنبدا نلف اخر واحده خالص من اللازانيا بتاعتنا الرول. نبدا نحطها هنا كده تمام. طيب اللي عايز يعملها بايركس بيعملها، اللي عايز يحطها رول زي ما كده احنا عاملينها برضو تبقى جميله ولذيذه وطعمها حلو، كل واحد ياخد قطعه هتبقى محترمه جدا. طيب نجيب بقى بعد كده الصوص بتاعنا الابيض ونبدا نضيفه فين على اللازانيا بتاعتنا الرول. هو البايركس عجبني اللي هو شكله شيك قوي لكن ويبين الحاجه اكتر في التصوير، لكن عملي لا. يعني انا بحب انا اشتغل اللازانيا رول دي في حاجه غويطه بحيث ان انا ايه اغرقها صوص براحتي، لكن ما فيش مشكله عادي يعني هو الدنيا امان ما فيش مشكله، لكن يفضل زي ما بقول لحضرتك كده يكون افضل يعني ان انت ايه تعملي في حاجه غويطه اكتر. صلصه طماطم او صوص الطماطم الجميل. جبنه موتزاريلا. بصي بتطلعي في الاخر طابلو، يعني بتطلعي في الاخر حاجه شكلها حلو قوي وفي نفس الوقت ان شاء الله الطعم يكون افضل. يعني كده ده الشكل النهائي لايه؟ للبطاطس بتاع اللازانيا بتاعتنا. نقوم واخدينها ومضافين البايركس كويس جدا. اي حاجه زياده بتلاقيها على البايركس بتقوم قلبه البايركس ده ايه حاجات كده مش حلوه، وخصوصا لو انت عايزه تقدمي ايه البايركس زي ما هو كده، يعني ممكن تقدميه قدام ضيوفك زي ما هو او لعيلتك عشان ما يشيلش اي سواد معاه او اي نقط سمراء. بتنضفيه كويس جدا من الصوص الابيض ومن الصوص الاحمر. كده خلاص عندي جاهز. نقوم رايحين عندي على الفرن. ونبدا اللي انا اديله الوش بتاعه لحد ما يستوي معايا، وبعد كده ببدا اللي انا ايه اقفل عليه خالص، سيبه يبرد بعد ما يستوي لمده ربع ساعه او ثلث ساعه في الفرن، سيبه يبرد وبعد كده نبدا ان احنا هنقدمه. ده اللازانيا بتاعتنا. الكميه اللي انا عملتها دي اصلا كلها من اللحمه المفرومه ومن الصوص الابيض تعمل بايركسين من دول. يعني تعمل اتنين بايركس من دول، يعني دول كام واحده؟ انا لفيت حوالي 13 العلبه فيها 20، فتعمل بايركسين اتنين مرتاحين قوي. طيب بقى تعالوا نشوف عندنا الحاجة اللي بعد كده الكفتة اللي أنا هعملها، تعال ننزل مقاديرها ونشوف هنعملها إزاي، نركز بقى فيها عشان دي فيها شغل عالي قوي. كفتة فراخ هنعملها بخلطة الخضار. قدامك المقاديرة أهي اكتبيها على ما ألم حاجتي كده وأظبط نفسي وأسن السكاكين عشان نبدأ إن شاء الله نشتغل في الحاجة. اكتبي أنت المقادير أو صوريها بس ومالكيش دعوة بإيه يعني التركيبات دي هنعملها أنا وأنت ونشرح التفاصيل وإحنا شغالين. لاني ما زلت اكرر ان الاكل مش محتاج كتابه قد ما هو محتاج فهم. الحلويات محتاجه ان انت تكتبي الحاجه بالجرام، لكن الاكل والطبخ اللي احنا بنعمله في البيت محتاجه ان انت تشغلي دماغك بس عشان تطلعي الحاجه حلوه. نفهم احنا شغالين الحاجه ازاي، بنتعامل مع الفرخه دي ازاي، بنتعامل مع قطعه اللحمه دي ازاي، هتلاقي الموضوع سهل قوي. لكن ما بعترفش بموضوع المقادير اللي انت بتكتبيها يعني كذا، الا خصوصا مثلا في الكفته، لو كفته برغل مثلا في حاجات بتتطلب مننا ان احنا ساعات نكتب مقادير، وفي حاجات اللي هي مثلا زي اللحمه المفرومه اللي انا بحطها عندي على النار وبعصجها، مش هينفع اقول لك كام جرام بصل ومش هينفع اقول لك كام جرام بقدونس، لكن دي حاجات بتبقى باحساسك انت وانت شغاله. فاهمه ازاي؟ واحنا شغالين بنبين قد ايه احنا بنحط الكميه اللي احنا بنحطها على الحاجه. تعالوا بقى نشوف اول حاجه هنعملها ايه.
الكفته بتاعتنا، هجيب عندي الفراخ بتاعتنا ونقطعها عندي مكعبات الصدور، نجيب بس بوله حلوه كده هذه الصدور بتاعتنا نركز فيها بقى، ان شاء الله تاكل حاجه صوابعك وراها. مكعبات صغيره. بعد كده نروح فين؟ عندي على البوله ديت نحط فيها الصدور بتاعتنا. تمام الكلام، نبدا نحط عندنا الملح، فلفل اسمر، بصل مبشور، كزبره مفرومه، وبعد كده عندنا شويه جنزبيل وشويه بهار فراخ، بعد كده عندنا البابريكا وشويه شطه وتوم باودر. ده بالنسبه لايه؟ للكفته بتاعتنا. ونبدا ان احنا نقلب الخلطه دي مع بعضها. ونروح يا استاذ جمال على الكبه حضرتك عشان هنبدا ان احنا نفرم. ماشي، تعال ناخد عندنا شويه شويه بقى ايه عشان نبدا ان احنا نفرمها عشان تتفرم معايا مظبوط. شايفه متسمره ازاي؟ قدام حضرتك اهيت. تمام؟ قدامك اهيت الكفته طالعه زي الفل، اشتغلي بيها على طول. يا ام حبيبه؟ ازي حضرتك يا ام حبيبه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم. ست ايدك بجد والله على كل حاجه، ربنا يخليك على كل الدعوات دي ليك يا رب كده في الخير. الله يخليك يا ام حبيبه، يا رب تسلمي. ربنا يحسن ما بين ايدك يا رب ويديك كل خير ويبارك في اولادك وزوجتك وزوجتك ووالدك يا رب. ربنا يخليك يا ام حبيبه والله، تسلمي. انا كنت بعد طلب يعني ايوه الاستاذ محمود الشريف أيوة. على فكره برنامج جديده ايوه تمام، هتبقى بجد والله يعني فكره مفيده للناس كتير قوي قوي، وهتبقى حلوه جديده يعني عارف هو شوف جديد قوي. اللي انا اتعلمته من حياتي لاي حد بيبقى مؤمن بفكره يفضل معاه على طول حتى لو مش هو ينفذها. انا بعت يا استاذ محمود الشريف على الفيسبوك وان شاء الله يرد عليك. يعني فلو ينفع هو يعني يرد عليا وعمل فكره والله للبرنامج. حاضر ان شاء الله، حاضر من عينيا الاثنين. حاضر يا رب. حاضر كبير في مشروعات كتير قوي 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 يعني. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، حاضر ان شاء الله. خير يا رب ويجازي كل الجميع خير يا رب. واياكم يا فندم ربنا يحفظك، شكرا لك. محمد الف شكر لحضرتك. تحت امرك، مع السلامه. ادي الكفته. ايه ده بقى؟ استنى فاصل. ايه؟ استنى يا استاذ كمان، عامل لي فيها محلل كوروي امبارح. الله، انا واحد زي الجامد ده ما بيفهمش اي حاجه في الكوره وتلاقيه بيحلل، لا قص الاداء مش عارف اصل الدنيا ومش عارف. يا عم انت مالك؟ انت بتاع مطبخ. والله ده 80 مليون امبارح قاعدين امبارح كل واحد قاعد عمال يطلع الموهبه اللي عنده. مش عارف وكلنا كسبنا وفي الاخر كسبنا يا جدعان، عايزين ايه تاني غير المكسب؟ احنا مش عايزين اي حاجه. الزيت
نشوف عندنا ايه الكفته بتاعتنا نعملها ازاي بقى. بسم الله. اي كفته زي ما اتفقنا ناخدها كده يمين وشمال. ايديا بس مبلوله حاجه بسيطه جدا من الزيت، هتلاقي ايديك بتاع ايديك يعني تسمغي الحاجه كويس جدا بايديك الاول، وبعد كده تشكليها زي ما حضرتك عايزه. انا بعملها صوابع. قدامك اهي. طيب تعالوا ناخد فاصل، وبعد الفاصل نكمل الطاجن اللي احنا بنعمله ده بالبطاطس. وعندنا اللازانيا شكلها مغري جدا، يعني تعال نبص عليها كده قبل ما نطلع فاصل، شكلها مغري جدا. خلينا نشوفها ان شاء الله ونشوف الكلام ده كله لكن بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، وبنعمل دلوقتي الايه الكفته الجميله بتاعتنا. بنبدا ان احنا نصبحها زي ما انت حضرتك كده شايف. وعندي بقى بعد كده طاسه صرع ايدينا شويه. على فكره تعملها سندوتشات جامده قوي، ولا بقسماط ولا بيض ولا الكلام ده ولا اي حاجه خالص، زي ما انا اشتغلت كده اشتغلي. طعميها بس بشويه البهارات بتوعك، ولو عايز صدور دجاج اوراق دجاج ممكن تفرميها يكون افضل، لان اوراق الدجاج بتوقف فيها ماده جيلاتينيه بتحافظ على الكفته اللي هي ما تفكش منك نهائي. لكن في ناس بقى ايه بيشتغلوا معانا العكس شويه، نكون مثلا حاطين طاسه زي دي سخنه على النار، يقوموا حاطين لك طاسه بارده، تيجي يحطوا الحاجه تلاقيها فكت منهم. هادي شوية زيت، الطاسة تكون سخنة. الله على الروايح، الله على الروايح، شوية زيت صغيرين كمان عليها، ماشي الدنيا. نبدا ان احنا نقلبها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، ونروح نجيب البايركس اللي احنا هنشتغل فيه. بدي صدمه محترمه للكفته بتاعتنا. عايز يكملها تسويه بيحطها في صاج ويدخلها الفرن، وده يقفلها في فويل، وبعد كده يدفلها فحمه في الاخر ويجرب ويشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. عايز تشتغليها في طاجن زي ما احنا هنشتغلها كده مفيش اي مشكله عندي خالص. وانا ينفع اقلبها مثلا بماسك؟ ما هو طبعا مفيش اي مشكله، لو عندك ماسك قلبي بيه او شوكه او معلقه، لكن ده افضل بصراحه. بص ده بيحرك كله خلاص. ولا فكت اهيت ولا اي حاجه، كله تمام التمام، وعمال ادحرج فيها اصلا. لو في اي حاجه اهي قدامك اهيت ماسكه نفسيها. نقوم شايلينها كده وحطينا فين جنب هنا كده، على ما نروح عندي على مجموعه الخضروات اللي عندنا بقى. بجيب بايركس كبير زي ده، ونبدا نقطع الخضار اللي موجود. عاود ما تقدري مكعبات صغيره بقى بطاطس. يلا اللي عنده صدرين فراخ يطلعهم دلوقتي ويعمل الطاجن ده ويجرب ويقول لي ايه رايه. مجرد بس ما ندي الكفته صدمه خلاص كده انتهت معايا. هبدا اخدها عشان احطها عندي في الطاجن ده، وكله فين في الفرن. الخضار يكون صغير، البطاطس اهيت. بسم الله. هنجيب بطاطساية كمان يا عمو جمل.
هذه البطاطس جبناها ونبدا ان انا احطها فين؟ في البايركس. بعد كده شويه كرات بلدي. سلام، احلى حاجه في الدنيا. ما اعرفش احنا بنستخدموش في الاكلات عندنا ليه ولا في الطواجن. افضل حاجه كرات بلدي، اشتغلي بيه في الطواجن وشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. كرات البلدي اللي احنا بنحطه للطعميه عندنا، هو ده بتجيبي عندك كام عود كده وتحطيه وتشتغلي منه. مش عايز اقول لك في اصلا في الطواجن بيبقى طعمه عامل ازاي. بيتباع عند الخضريه كلها، هتلاقي الكرات البلدي ده. بصل، بسم الله. بس القشره ديت. اقطعها جوانح. واللازانيا عندي يعني مش عايز اقول لك عامله ازاي. طماطم بس ايه؟ حان وقته اللازانيا. بسم الله. هذه اللازانيا يا عم جمال. خلصت اهيت. طلعها لك ووريها لك. الهنا والشفا بقى على ياكلها. في ناس بتعملها بالسبانخ، ناس بتعملها بميكس جبن. ده حضرتك عايزاه بتعمليه فيها. بس ايه نصيحه مني، اسهل بالنسبه لي الكفته. يعني اللي عايز يجرب بقى الكفته، لان اللازانيا تركيباتها في ناس مزاجها رايق بتبقى في المطبخ وبتحب شغل الايه اللي الحاجه تاخد معاها وقتها، اللي هي بالهم طويل في المطبخ، يشتغلوا في اللازانيا. الناس اللي عايزه بقى ايه شغل على طول، اللي هو الطاجن اللي احنا شغالين فيه ده بالفراخ. فلفل حامي، كزبره خضراء، بعد كده فلفل رومي، سلام. لما الفلفل الرومي كده ريحته بتطلع مع الخضار، هنفرم كل ده مع بعضه. وبعد كده نبدا اللي انا ايه نحطه عندنا في الطاجن بتاعنا، بعد ما نديله الثوم بتاعنا الشرايح. بص بقى الثوم الشرايح لما نيجي نقطعه اهو، قطعيه حلقات افضل من انت تفرميه، خصوصا في الطواجن. كل ده مع بعضه بنبدا نضيفه عندي في الطاجن، ونحط عندنا البهارات وشويه الشطه، نحط عندنا الملح، فلفل اسمر، نحط عندنا طماطم، معجون طماطم. كل ده يا باشا ايه ندخل كده الكلام ده كله مع بعضه. لا بجد والله ان شاء الله هيعجبك، انا متاكد. جربي الطاجن ده على ضمانتي وشوفي هيبقى عامل ازاي. حطينا كل ده مع بعضه، ادي الخلطه المحترمه. نحط عندي شويه من الشوربه عشان يسوي طبعا الخضار. هاي شوربه فراخ عندك، شوربه لحمه، حطها عليها. وبعد كده نقوم رايحين فين؟ على الكفته بتاعتنا اللي احنا عملناها، ونقوم حاطينها كده عليها من فوق ورصينها. ومدخلين يا باشا عندي الفرن عندي على درجه حراره كام؟ نفس درجه حراره اللازانيا 200. ونبدا اللي انا بعد ما الخضار، عشان كده انا مقطع الخضار كله يكون صغير، على ما يستوي معايا يكون الفراخ استوت معايا وظبطت معايا الدنيا. نجيب الحروف دي نظبطها
وبعد كده نروح فين؟ عندي على الفرن. هناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل هنبدا نكمل مع بعض، لان عندي سلطه هقدمها جنب الكلام ده. سلطه بالسماق، سلطه مفيده جدا على فكره الناس اللي بتعمل دايت، لانها حارقه للدهون، لانها فيها بقدونس، فيها بصل، فيها ليمون. خلينا نشوف الكلام ده لكن بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا تاني بعد الفاصل، واللازانيا بتطلع بعمل لها طبق كده عشان اقدمه معاها. ودي السلطه اللي احنا هنعملها، الكفته ريحتها تحفه، يعني الكفته اللي احنا عاملينها ديت زي ما قلت لك يا رب تجربيها تعجبك قوي جد. الريحه حلوه قوي، مجموعه الخضار اللي مع بعضها ديت والكفته اللي احنا عملناها لوحدها. وبعد كده ندي لها الاول على النار، يعني شوحناها الاول كويس، وبعد كده خدناها وحطيناها في البايركس بتاعنا ودخلنا كل ده الفرن. تعال نعمل السلطه. الناس اللي عايزه تخس تجرب السلطه دي، يعني حطها مع اكلك على طول. السلطه اللي انا هعملها دي بالذات لو مش موضوع ان احنا نخس، لو عايزه الموضوع يبقى فيه هضم اكتر، لو هناكل اكلات تقيله مثلا زي اللازانيا ديت، طب عايزين حاجه تهضم معاها، هي طبق السلطه ديت. يعني مش عايز اقول لك الفوائد كتير جدا بين السلطه دي، لانها فيها بقدونس، فيها ليمون، وفيها بصل، فكل ده اعتقد اللي هو ده حارق للدهون. فنشوف ايه السلطه دي مع بعض. ادي البقدونس المفروم وبقدونس كتير، عشان كده من السلطات المحببه على قلبي قوي التبوله، لان بصراحه التبوله ديت سلطه عظيمه، سلطه محترمه جدا، من السلطات اللي انا بحترمها قوي وطعمها حلو جدا، خصوصا فيها عصير الليمون، فيها نعناع، فيها برغل، فيها بقدونس، فيها طماطم، لا القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. فاحنا يا جماعه اطباق السلطه ديت احنا بنبقى مهملينها جدا في اكلاتنا. خلي بالكم احنا الايام دي تلاقوا التعب زاد عند الناس، تلاقي الناس تعبانه كتير قوي. ما هو تعبان يا جماعه من نظام الاكل، النفسيه طبعا ده اول حاجه، نظام الاكل لازم نخلي بالكم، نخلي بالنا من صحتنا. خلي بالنا من صحتنا ازاي؟ نشغل دماغنا واحنا بناكل الحاجه، لازم تبقى حاجه صحيه جنب الحاجه اللي احنا بناكلها، تمام؟ احنا كلنا بناخد بالاسباب، بس اهم حاجه ان احنا واحنا شغالين بالذات في موضوع الاكل تعودي عيلتك على كده من الاول واسرتك، خصوصا الناس اللي لسه بادئه الجواز. حاولي تعملي نظام اسلوب حياه لنفسك في موضوع الاكلات. عندي طبق السلطه ده ما يفرقش السفره عندي، اهم حاجه سواء سلطه خضراء، سواء السلطه اللي انا اعملها دلوقتي ديت، كزبره مفرومه برضو. يا استاذه ساره الصوت واطي لو سمحت، ممكن تسمعي صوتك؟ ايوه ايوه اتفضلي، انا سامع حضرتك. نقدر نتواصل مع الشيف محمد حامد؟ اتفضلي يا فندم، معاك على الهوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ انا والله دايما بنتابع حضرتك عشان اكلاتك ما شاء الله جميله. ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا استاذه ساره. ولو عايزين بس طريقه جديده كده للشيش توك. الشيش طاووق؟ حاضر، من عينيا الاثنين، تحت امرك. حاضر، شكرا ليك يا استاذه ساره. طريقه جديده للشيش طاووق، اللي انت حضرتك بتجيبي الورك زي ما هو سليم وتبداي تتبليه. التتبيله هتلاقيها موجوده عندك.
الشيش طاووق بقى زي ما اتفقنا هو زي ما قلت لك التتبيله العاديه جدا اللي هي البابريكا، عصير الليمون، شويه الخل، علبه الزبادي، او تجيب العلبه التتبيله الجاهزه وتقومي حطاها ويقول لك الاضافات بتاعتها ايه، وتبداي انت تتبلي الوراك ديت لمده 3 ساعات في الثلاجه، تطلعيها بتبداي اللي انت تحشيها من جوه جبنه وتلفيها او تداخلها، وتبداي انت تشويها عندك على الشوايه، دي تحفه قوي لو عايزه تجربيها كده، او لو عايزه ان انت تشوحيها لوحدها من غير ما تحطيها في شيش، تمام، يعني من غير ما تشيشيها، تحطي الاوراك بتاعتك وتشوحيها، وبعد كده تقومي نازله بالخضار، الفلفل الالواني، البصل، وكل ده من غير ما تشيشي وتتعبي نفسك، او لو عايزه تقطعيها طبعا مكعبات وتبداي اللي انت تشيشيها وتتبليها، ده موضوع تاني. فانا اديتك كذا طريقه ليها، وخش على الصفحه بتاعتنا هتلاقي كل الطرق موجوده عندك. فكرة يعني كذا مرة بنتكلم عن موضوع الصفحات والسوشيال ميديا عشان الناس اللي ما تعرفش، هي فعلا احنا عاملين في قناتنا هنا عاملين الحاجات خدمة لحضراتكم، اللي هي المقادير بالطريقة بكل حاجة بتلاقيها بتنزل أول بأول على طول. هذه الطماطم بعد ما قطعتها شرايح رفيعة جدا، البقدونس وكزبرة، شوية سلطة يفتحوا النفس. يا أم أحمد، أم أحمد، يا أم أحمد إزيك؟ الله يسلمك، إزيك؟ أهلا بيك يا حبيبي. أهلا، ربنا يديك الصحة. عامل إيه؟ الحمد لله بخير. أنا عايزة حاجة إلا سلامتك، أنا عايزة بس أسلم عليك. وأنا مش عايز حاجة إلا دعوتك بالدنيا عندي. الله ييسرها معاك. اللهم آمين يا رب. يديك شوية طريقك. اللهم آمين. ربنا يعزك. كل من تحبه وكل من تريد. ربنا يعزك يا رب، تسلمي يا أم أحمد. أولادي وسامعين أجمعين. الله يخليك يا رب، تأمرين ليك أي سؤال؟ الله يخليك، الأمر لله ينور عليك. ويخليك لينا يا رب. أنا بس صباح الفل على عيونك، أنا بحب الأصوات الجميلة دي، بحب الأصوات الحنينة ديت جدا والله بجد. ربنا يخليك لنا يا ام احمد، شكرا ليك. كان عندنا ناس العيله كده الله يرحمهم، جدتي وعمتي، كانوا 24 ساعه دعاء، نازلين طالعين يدعوا لك، ناس ما وراهاش حاجه اللي هم يدعوا لك في حياتهم. فالناس بجد الناس ديت الواحد فعلا مفتقدها بجد يعني. البقدونس والبصل والطماطم، كله مع بعضه. ولا تحط خيار ولا حاجة، انت جربي السلطة ديت كده زي ما هي كده وقولي لي ايه رأيك، فاهم ازاي؟ ويا سلام يا سلام لو سندوتش طعمية سخنة. عمال نتكلم عن حاجات الصحية بس هي ريحتها كده مدية على طعمية، هي محتاجة سندوتش طعمية سخنة بصراحة، عيش بلدي وطعمية سخنة ونقوم حاطين فيها السلطة دي. سماء واحد يبعد ويقول لك صحي وكده، بس برضو ايه يعني القلب بيحن. عصير ليمون، السماء ده موجود، موجود فين؟ عند المحلات، اي عطار هتلاقي عنده السماء موجود، وتبداي تجيبيه وتشتغل بيه. شويه الملح، شو السلطه شكلها عامل ازاي؟ لا بجد شكلها مغري يعني، تاكليها بقى تسيبيها كده تتعتق مع بعض شويه، وبعد كده ابداي اللي انت تشتغلي بيها، يعني تحطها في الثلاجه وتبداي اللي انت تقدميها على طول على السفره. هذه السلطه بتاعتنا،
وده الشكل النهائي عندنا للطبق السلطه بتاعنا. اللازانيا زي ما اتفقنا، تعالوا نشوفها اخبارها ايه. نجيب دي بص الرول بقى، اتنين يتشالوا مع بعض كده ويبداوا يروح فين عندي على الطبق، ونقدمهم بالشكل اللي انت شايفه ده. عايزه تقدميها كده، تقدميها زي ما تحطها في البايركس تقدميها، تلاقي الشيل سهل والتقطيع سهل بتاعها وكل حاجه مظبوطه فيها، مش هتلاقي اي فيها اي مشكله، والسوا بتاعها طبعا مستويه سوا كامل. وقتنا قد ايه يا جمال؟ هطلع البايركس، يعني البايركس معاه شويه، يعني ممكن يكون معاه ايه طبعا ربع ساعه كمان عشان نكمل التسويه، انا هطلعه لكم بس الفكره بانت. وبعد ما اخلص ان شاء الله يعني محتاج ربع ساعه كمان على ما الميه الخضار ديت يعني تتشربها الخضار نفسه، وتبدا اللحمه دي تحمر من فوق او الكفته ديت، لكن قدام ربع ساعه وهيبقى شكله مختلف تماما. هقول لكم الصوره ان شاء الله في على الصفحه عندنا. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. بكره ان شاء الله تزورونا في حلقه قادمه من برنامج المطعم، بكره الموضوع حلو قوي ان شاء الله، تابعونا في برنامج المطعم 11:30 لوحده. السلام عليكم.